بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد رضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم، أما ثم بعد، كل عام وعام هجري سعيد علينا جميعا، مليء بالصحة وموفور الصحة والسعادة يا رب إن شاء الله للناس أجمعين إن شاء الله. دي بداية سلسلة جديدة من فيديوهات تبسيط برضو أيضا العلوم، لأن إحنا هنتعلم هنا بقى العملي، تشريح النبات أو بلانت أناتومي. هناخد طبقة طبقة من الطبقات، الإبيدرميس، أنواع الخلايا بقى، البارينكما، كولينكما، إلى آخره. هنشوف كل نوع بيترسم إزاي لوحده، ثم هنشوف إزاي بقى بنربط الخلايا دي مع بعض في قطاعات كاملة بمشيئة الله. الفيديو اللي احنا بصدده دلوقتي اللي هو طريقة رسم الإبيدرمس أو خلايا البشرة سواء في الساق أو في الجذر أو في الورقة بأنواعها المختلفة. في طرق كثيرة للرسم، ليس هناك طريقة أفضل من طريقة، كل واحد بينقي الطريقة الأفضل ليه، اللي هي إيه؟ الأسهل، يعني الطريقة اللي أنا أقدر أحقق بيها الهدف بتاعي إني أرسم رسم علمي صحيح في وقت ميسر وبطريقة كويسة وأحصل بيها الدرجات المطلوبة مني، يبقى هي دي الطريقة الأفضل بالنسبة لي، وليس هناك طريقة أفضل عامة للناس كلها. ونبدأ على بركة الله. أحب أنوه إن الشرح ده شرح عملي، يعني طريقة رسم، مفيش بقى أنواع الخلايا وسببها إيه والنوع ده من التخليص والتركيب الكيميائي إلى لا 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 لا، ده رسم عملي، يعني ده كأنه شغل عملي اللي هي الجزء الخاص بالعمل. نشوف مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بنتكلم على موضوع جديد وهنبدأ فيه سلسلة في العملي، تدريس مقررات العملي. هنشوف مع بعض ازاي هنرسم الخلايا المختلفة اللي موجودة في قطاعات النبات المختلفة، سواء كان الستيم او الروت او الليف. النهاردة هنبدأ برسم خلايا الإبيدرمس او البشرة. اولا في البداية لازم واحنا بنشوف الخلايا لازم نبص على كل خلية، يعني هنشوف خلية واحدة من البشرة، هنشوف خلايا البشرة دي هل هي خلايا تميل إلى الاستدارة مثلا، يعني بالشكل ده، طبعا في البداية احنا لازم هنرسم بنستخدم القلم الرصاص، طبعا انا هنا بستخدم قلم حبر عشان يبان في التسجيل. هل هي فيها استطالة في الاتجاه ده؟ بالشكل ده؟ هل هي فيها تربيع؟ يعني الخلايا كأنها مضلعة بشكل متساوي الأضلاع كلها؟ لما بقول استطالة معناها إن الاتجاه ده في الاستطالة أكبر من الاتجاه ده. هنا الاتجاهين هيكونوا قد بعض. طب هو في استطالة في شكل تاني؟ ممكن الاقي الاستطالة بالشكل ده، الاقي الخلية بتاعة البشرة الإبيديرمس كده. طبعا دي رسومات عشان توضح الاتجاهات فقط، لكن هنشوف الخلايا الحقيقية واحنا بنرسم بالشكل ده كده. طيب ده رقم واحد، شكل الخلية، اشكال الخلية، هل هي تميل الى الاستدارة، الى التربيع، الى الاستطالة، ايا كان شكلها. طيب هل الاضلع دي منتظمة غير منتظمة؟ حاجة تانية لازم أبص عليها، هبص على إيه؟ أبص على الجدار ده اللي هو الخارجي والجدار الداخلي للداخل، عشان أشوف الخط ده الاتجاه بتاع جدار الخلية ده هيبقى مرسوم إزاي، ونفس الشيء اللي تحته ده مهم جدا. ليه؟ لأن ده اللي هيبقى مرحلة اتصال مع خلايا الكورتكس، خلايا القشرة. يبقى خلايا القشرة اللي هتكون هنا هتبقى على اتصال من الضلع ده، انما ده السطح الخارجي. السطح الخارجي ده ممكن الاقي فيه طبقة كيوتيكل اللي هي الأدمة زي الشمع كده، او الاقي فيه بروزات زي الهيرز مثلا اللي هي الشعيرات، سواء كانت موجودة في الستيم او الروت هيرز الشعيرات الجذرية او في الورقة. يبقى ده ممكن يكون موجود هنا في الخارج، يبقى لازم انتبه للامور دي كلها. دي اول خطوة. طيب نشوف مع بعض أول شكل من أشكال الخلايا الإبيديرمس البسيطة جدا. أهو أدي طبقة الإبيديرمس، الطبقة الأولانية. لو هنبص للخلية، الخلية دي أقدر أوصفها إنها مربعة ولا مدورة؟ لا، فيها استطالة في الاتجاه ده أكتر من الاتجاه ده.
الاضلاع اللي بره ممكن تبقى بالشكل ده، ممكن يبقى فيها بروز شويه صغيرين، لكن هي تقريبا في مستوى. طب الضلع الداخلي، بص الضلع اللي في الداخل ادي، بص متقسم لقد ايه، ادي واحد اتنين تلاته، في تلات خلايا شابكين في الخليه دي. طب الخليه هنا فيها خليتين، يبقى ننتبه واحنا بنرسم. طب نشوف هنرسم الشكل ده هنرسمه ازاي. بكل بساطه اهو، احنا اتفقنا في الاول بنرسم بالنقاط، يعني ايه، هرسم اشوف الخليه اهو مستطيله بالشكل ده اهو، وبنرسم يا جماعه الخير مش اكتر من خليتين اتنين. طيب انا رسمت هنا بالنقاط عشان ابتدي ايه، اهو ده في خلايا فيها استطاله بالشكل ده. طيب هل الخليه الضلع بتاعها كده؟ لا، الخليه الضلع بتاعها كان اهو هنا، ادي ضلع، ادي اتنين، ادي التالت، ما احنا قلنا في تلات خلايا شابكين فيها وهنشوف ده دلوقتي. هنا كان في خليتين اتنين بس اللي موجودين بيه اهو. طيب هنبتدي نرسم الخليه، هنشوف بقى الخليه هتبقى عامله ازاي. ادي الخليه الاولى بالشكل، طبعا الرسم في العمل بيكون بالقلم الرصاص والنقاط بتبقى رفيعه جدا، سهل انها تتمسح وسهل ان اغير فيها لو انا عايز يعني، وابين حدود الخليه الجانبيه. وادي الخليه الثانيه اللي احنا شفناها اهي، كانت بالشكل ده، وادي الخليه الجانبيه. يبقى احنا بنكتفي برسم خليتين اتنين فقط وابين الاتصال في الجانبين. انا طبعا هنا مش هرسم الخلايا اللي تحت، لكن في غير مره واحده بس عشان اوري حضراتكم النسيج اللي كان تحت كده كان عامل ازاي. اهو كان في خليه هنا بالشكل ده، وهنا كان في خليه بالشكل ده. هنا لو انا عايز ارسمها هرسمها اهو، لو انا عايز ارسمها، بس انا بقول مش هنرسمها المره دي فقط عشان اوريكم اهميه الجدار الداخلي للخليه، ان هو هيحدد لي ازاي هعمل توصيل بالطبقه اللي بعدها. ادي الخليه الثانيه اهي، دي خلايا طبقه الكورتكس، يبقى ده طبقه الكورتكس اللي هي القشره، وده طبقه الابيديرمس او البشره. انا هنا اتعمدت ارسم الجزء ده بس عشان اوريكم اهميه ان احنا نرسم الاضلاع دي مظبوطه، ما اجيش اعملها زي هنا. لو عملت الضلع ده زي ده يبقى معناها دي خليه واحده، يبقى انا مش هرسم زي ما انا شايف. نشوف كده الاصل بتاع الصوره اهو، ادي خليه، ادي الثانيه اللي انا رسمته الخليه دي، ادي واحد اتنين، ادي الثالثه اللي هي مشتركه ما بين الاثنين دول، الخليه دي فيها خليتين وهكذا. يبقى وانا برسم لازم انتبه لهذا الامر. طب نشوف النوع الثاني من الخلايا، ده قطاع في ورقه، القطاع ده في سطح علوي بالشكل ده، ادي الابيديرمس بتاعه وهنا مكان الصف، وادي سطح سفلي بالشكل ده. الخلايا ايضا مستطيله، يعني بص الخليه دي من اول هنا لغايه هنا، والضلع هنا قصير خالص. الضلع فين؟ الخط الخارجي او الجدار الخارجي اللي هو ده اهو، اهو مقسوم اتنين، وهنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، وجوه نفس الحكايه. طب نشوف ده بقى ممكن نرسمه ازاي، نشوف مع بعض اهو. هحط الخليه قدامي هنا اهو بالشكل ده كده، ادي الخلايا اهو، انا هنقل اللي انا شايفه قدامي طول الخليه اهو اهو اهو، وقلنا هنرسم خليتين اتنين فقط اهي، ادي الخليه الاولانيه اهي، ادي الخليه الثانيه اهي، ادي الخليه الثالثه اهي. طبعا احنا مش بنرسم شكل هندسي يا جماعه، ده لازم، ده مهم جدا ان احنا ما نحاولش نرسم اشكال هندسيه بالمسطره. هنا مقسوم اتنين يعني عبارة عن ضلعين، هنا نفس الكلام اهو، وهنا نفس الكلام اهو بالشكل ده. ابتدي ارسم الخلية ادي الخلية المجاورة اهي، هرسم جزء منها، وادي الخلية التانية اللي هرسمها كاملة، وادي الخليه اللي جنبها بالشكل ده، وادي حدود الخليه اللي جنبها. يبقى بنرسم الرسم زي ما انا شايفه بنقله بالظبط. طيب ده شكل،
في شكل تاني، في شكل تاني ممكن الاقيه بالمنظر ده على السطح السفلي. الخلايا هنا مالها؟ برضو ده قطع ورقة، الخلايا مستدير. طيب هرسمها ازاي؟ هناخد جزء صغير بالشكل ده كده، الخلايا هنا عاملة كده، وناخد بالنا الخلايا تميل إلى الاستدارة حتى الضلع الداخلي في استدارة أهو بالشكل ده. الخلية بقى أرسمها إزاي؟ أهو بسم الله الرحمن الرحيم، الخلية اللي جنبها طبعا لما بنرسم برصاص سهل بقى ان احنا نمسح الخطوط الاولانيه، والرصاص بيكون خفيف جدا عشان ما اضطرش اعد عليه تاني بالشكل ده كده. طيب انا رسمت الجزء ده فقط. طب هو في شكل تاني؟ نفس القطاع اللي قدامنا ده، لو جبنا السطح العلوي بتاعه، ايه ده؟ ايه الشكل الغريب ده؟ الخليه اهي، ده العرض بتاعها، ادي الجدار الداخلي، وبص فوق فيه ايه؟ بروزات، بس مش في كل الخلايا، في معظمها بروزات بالشكل ده. طب ده هيترسم ازاي؟ اهو الخلايا اهي، هنشوف هنرسمها ازاي. اهو هنلاقي الجدر العرضيه دي اللي هي الصغيره دي اهي، صغيره اهي. وبعدين الخلية بالشكل ده، الخلية بالشكل ده، الخلية بالشكل ده، هذه الخلية التانية الصغيرة أهي. اجي ارسم الخلايا، ادي الخلية الصغيرة اهي، ادي الخلية اللي جنبها اهي، ادي الخلية التانية اهي، وادي الخلية الاخيرة لو انا عايز اكملها او بعمل جزء منها فقط. يبقى انا كده وضحت جزء بس من القطاع. يبقى لما اجي ارسم طبعا انا دي هنا ما كملتهاش، اكتفيت بجزء منها فقط. يبقى لما اجي ارسم احاول اعبر عن الخلايا اللي موجوده، يعني انا اتعمدت ارسم دي اللي هي الخليه دي ليه؟ عشان ما فيهاش بروز. يبقى اوضح ان في ممكن الاقي خليه كده ليه؟ لان ممكن واحنا بنتكلم الخليه عمر ما يبقى في خلايا ما فيهاش بروز، كلها يا سيدي ما كلها، ما هي الخليه اهي. يبقى انا رسمتها عشان اتعمد واقول ان الخليه دي ما فيهاش ايه؟ بروز، وفيها تعريج عادي جدا اهو زي الجدار الجانبي ده. يبقى ده شكل اخر من شكل خلايا الابيديرمس. هل في اشكال اخرى؟ ممكن الاقي الشكل ده، الاقي البروز عندي بالشكل ده. بصوا الخليه عامله ازاي؟ لو تغاضينا عن البروز ده، خليه مستطيله اهو، وبعدين خارج منها بروز بالشكل ده كده. انا حاططها هنا قدامي بس عشان اسيب المكان هنا نقدر نرسم فيه اهو. الخلايا برسمها ازاي؟ الخليه احنا قلنا مستطيله، والجدار بتاعها اهو الداخلي بالشكل ده، وهكتفي بخليتين اتنين فقط. طيب الخليه نفسها، الجدار ده ما هوش مستقيم، في استداره. لو انا عملت كده هاجي في النص هنا في الجزء ده من الخليه، ارسم بقى الخلية بالشكل ده، ارسم الخلية اللي جنبها بالشكل ده، وهنا ابين اتصالات الخلية اللي جنبهم بالمنظر ده. طبعا الرسم اللي بالنقط في الاولين الرصاص
لو انا لقيته مش مظبوط بشيله كانه مش موجود. يبقى انا هنا رسمت اكتفيت بخليتين بالشكل ده اللي هم زي المنظر اللي موجودين قدامنا هنا. يبقى دي كلها اشكال من الاشكال خلايا البشره اللي احنا ممكن نشوفها في القطاعات المختلفه. هل ممكن اشوف قطاعات تانيه واشكال تانيه؟ نعم، ممكن اشوف الشكل ده. ايه الشكل اللي قدامنا ده؟ اهو ادي طبقه البشره اللي موجوده اهي الاولى، وادي واحده تانيه، وادي التالته، دي طبقه كولينكما اللي موجوده تحت. فاللي يهمنا هنا بصوا الخلايا في مستطيل وفي معظمها مربع، وفي طبقه كيوتين موجوده هنا، وادي الطبقه التانيه. هنبص نلاقي ان الخليتين من دول تحتهم خليه واحده بالشكل ده، هنا خليه تحتيها خليه، هنا خليه تحتيها خليه. طيب وبالنسبه للطبقه التالته عفوا، بصوا حجم الخليه قد ايه؟ الخليتين دول واخده خليه واحده تحتها، الخليه دي خليه واحده تحتها، الخليه دي واحده تحتها، وهكذا. يبقى احنا بنختار جزء صغير بس، نرسم خليتين او ثلاثه عشان يبين هذا القطاع هيترسم ازاي. اهو اخلي الرسمه قدامي انا، بالنسبه لي اهي ببتدي احدد الخلايا الاولى اللي انا هرسمها، الطبقه الاولى بالشكل ده كده. اهي ادي الطبقه الاولى، طب نرسمها اهي. ادي الطبقه الاولى من خلايا البشره بالشكل ده، في منها المستطيل وفي منها المربع. طيب الطبقه الثانيه اللي وراها، وزي ما اتفقنا لازم نبين اجزاء من الخلايا، الاقي خليه بالشكل ده كده، الاقي خليه واخده خليتين زي هنا، الاقي خليه واخده خليتين بالشكل ده، الخليه الثانيه اهي. الخليه الثالثه هرسم جزء منها بالشكل ده. طيب الطبقة اللي بعد كده بقى، الخلايا اللي هي الضخمة، أهي. آدي خلية أهي. الخلية التانية الجدار بتاعها كان فيه تعليق، أرسمه زي ما أنا شايفه بالظبط وأكتفي بخروج الخلية اللي بعد كده بالشكل ده كده. يبقى أنا عملت ثلاث صفوف أهو. فاضل حاجة، حد فاكر إيه هي؟ أيوه، طبقة الكيوتين اللي هي موجودة بالشكل ده كده أهي. احيانا بنرسمها كده، واحيانا في ناس بتظللها حسب كل اسلوب. يعني ايه؟ في جامعات وفي كتب وفي كل نظام بيمشي بطريقه شكل. يبقى احنا بناخد الطريقه العامه، وكل واحد هيشوف ايه اللي يناسبه، يعني ايه اللي موجود عنده في الكليه بتاعته، في الجامعه بتاعته، الكتاب اللي شغالين منه. عشان كده هنلاقي دايما معظم الجامعات، انا حاسم جزء بس، اي معظم الجامعات الاوروبيه او العالميه لما بيجي يشتغل يقول والله ان المقرر ده مبني على التكست بوك او الكتاب الفلاني، والاختبار مبني واجابته على الاختبار الفلاني، وهكذا. طيب ده شكل، احنا عاملين نشوف اشكال مختلفه. نيجي بقى نبص لحاجه زي كده، خلايا البشره اهي شبه مستديره او مربعه، ده مدوره اهي، دي اجزاء مربعه شويه فيها شيء من الاستطاله، وابتدى يبقى فيه هنا هيرز، شعيره، شعيرات، هنا شعيره واحده طبعا، والشعيره دي اكتر من خليه، بيسميها مالتي سيلولار، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه وهكذا. شوفوا بدايه خروجها منين، ادي خليه اهي، وادي خليه ثانيه اهي، ودي الثالثه. لو احنا اخترنا الجزء ده عشان نرسمه
هنبقى في عدم امانه. ليه؟ لان اللي هيشوف الرسم بتاعنا مش هيعرف ان القطاع ده كان فيه شعيرات. امال نعمل ايه لما نيجي ننقي جزء نرسمه او نختار جزء نرسمه؟ يبقى هناخد جزء معبر عن القطاع، يبقى لازم اخد خليتين مثلا هنا خليتين هنا وابين ان في شعيره موجوده. طب ده هيترسم ازاي؟ بالشكل ده كده اهو. ادي خليه، وادي الخليه اللي انا شفتها مستديره، اللي احنا شفناها مستديره كانت في قاعده الشعيره اهي، وكان في خليه تانية اهي، وكان خليه تانية جنبها اللي احنا قلنا الخليه الثالثه اللي هنرسمها اهو، وهنكتفي بالجزء ده. طب وبالنسبه للشعيره كانت بادئه من هنا بالمنظر ده كده اهي، ادي خليه وادي الخليه الثانيه، وهنكتفي بهذا القدر لان احنا مركزين دلوقتي مش على الهير او الشعيره، احنا مركزين على طبقه البشره. فطبقه البشره اللي عندنا ادي خليه اهي، وابين اتصال الخلايا، وادي الخليه المستديره اللي في قاعده الشعيره اللي موجوده في الساق، الهير اللي موجوده في الساق اهو. هتلاحظوا ان انا ساعات ما بمشيش على النقط اللي انا عاملها ليه؟ عشان اعدل شكل الخليه زي ما انا شايفها اهي، لان النقاط دي مجرد طريق، حاجه استرشاديه فقط اهو. الخليه اللي بعد كده اهي، طبعا هنا ابتدي بقى امسح الجزء ده لو بالرصاص، بس انا عشان بستخدم قلم ايه؟ حبر. يبقى انا رسمت، يبقى دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن هير او شعيره، وطبعا دي موجوده في الستيم خلاص، وهنا دي عباره عن طبقه مين؟ الابيديرمس او البشره بالشكل ده. يبقى احنا رسمناها كده. هل في اشكال تانية من الشعيرات؟ ايوه، هنشوف حالا دلوقتي اشكال متعدده ومتنوعه، هنلاقي شكل بالمنظر ده. طيب ده هنرسمه ازاي؟ هنلاحظ ان خلايا البشره اللي موجوده خلايا متعرجه. طيب حد يقول لي هنرسمها ازاي؟ هقول له بسيطه خالص اهو. هنشوف مع بعض، نحط اللوحه بتاعتنا، هنحط اللوحه بتاعتنا ونشيل اللي اتملت، الرسم اللي اتملى خلاص، ونبتدي نشوف مع بعض اللوحه دي هيبقى شكلها ايه واحنا بنرسمها. هنشوف مع بعض. لو دققنا شويه هنرسم ادي خليه، ادي الثانيه الثالثه، هيبقى كافي جدا. خلايا غير منتظمه سواء في الضلع الداخلي ومستديره او محدبه في الشكل او السطح الخارجي، مع وجود الخليه دي اللي هي بتطلع منها شعيره زي ما احنا شايفين خليه واحده بس. طب نشوف ده هنرسمه ازاي. لو خلينا دي جنبنا كده اهو، وابتدي نشوف الرسمه هتبقى ازاي، هنعملها ازاي الرسمه دي. ابتدي اعمل الخليه الكبيره اللي انا شايفها دي كده اللي هي دي، وادي الخليه الثانيه وادي الخليه اللي هتخرج منها الشعيره وادي الخليه اللي جنبها اهي. ارسم الخليه دي بالشكل ده، وعفوا انا برسم بسرعه شويه عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل، لكن الفكره هتكون وصلت لحضراتكم اهو بالشكل ده. وهعمل الشعيره كده واكمل الرسمه لغايه الاخر. الخليه الثانيه اللي جنبها الخليه اللي بعدها، وممكن ارسمها كلها وممكن اكتفي بجزء منها ايا كان الشكل اهو، البروز ده وخارج منها خليه. يبقى ادي طبقه الابيديرمس وادي الشعيره اللي احنا اتكلمنا عليه. نشوف مع بعض هنلاقي ايه؟ هنلاقي ادي قطاع اخر، دي خلايا كولينك ما مالناش دعوه بيها دلوقتي، اللي يهمني خلايا البشره اللي انتم شايفينها دي اهي، وبعض الخلايا هيطلع منها هيرز زي ما احنا، ادي واحده ادي واحده ادي واحده خلاص. يعني ناخد حتى الجزء ده احنا ممكن نوضحه. طيب هيترسم ازاي؟ اهو بالشكل ده كده.
وادي الخلية التانية دي ودي، خلاص. طب والخلية اللي جنبهم دي اهي، الخلية هنا كبيرة جدا بالشكل ده كده، وبعدين بتيجي هنا بتنسحب بالشكل ده عشان الخلية اللي جنبها اهي، وهنا كمالة الايه الخلية. طيب لما هاجي ارسم هعدل زي ما انا عايز، لو انا شايف ان في خطأ او حاجة او حاجة محتاجة تعديل، اهو وابتدي اكمل الرسم بتاعي. الخلية اللي هنا خلية البشرة اهي، واحنا قلنا كل ما نقلل عدد الخلايا اللي بنرسمها كل ما كانت الاخطاء كانت قليلة بالشكل ده اهو. يبقى دي الخلية اللي هي بداية الهير كانت موجودة هنا، ودي خلية البشرة. حد يقول لي طب ما في هنا ده تظليل، ده وضع تاني بقى، لما هنجيله بقى نرسم الطبقات اللي بعد منه هنرسم الكلينيك هنشوف هنظلل ازاي. يبقى دي طبقة الإبيديرمس أو البشرة أهي، ودي طبقة الهيرز، متأسف الشعيرة أو الهير اللي موجودة في القطاع بتاع الساق. طيب سؤال هنا ومش هجاوبه بقى لغاية لما نجاوبه بقى بعد كام محاضرة، عرفت منين إن ده ساق؟ عرفت منين إن ده ساق؟ مش ممكن يكون جذر، الشكل اللي قدامنا ده مش ممكن يكون جذر، ده خلايا هنا. حد يقول لي عشان الشعيرات، هقول له ما ممكن تكون شعيرات جذريه. عشان وجود خلايا الكولينكما، خلايا الكولينكما او خلايا الكولانشيميه لا توجد الا في ايه؟ في الساق، وتحديدا ذوات الفلقتين. ليه؟ هنعرف ده بقى في النظري، ده وضع تاني. لكن الرسم بتاعنا فين؟ اهو ادي الخلايا، ادي خليه، ادي دي خليه اهي، ادي الخليه الثانيه، وادي خليه القاعده بتاعت الهير، وادي الخليتين اللي جنبها. طيب في اشكال ثانيه؟ في اشكال ثانيه، ربنا سبحانه وتعالى قدرته واسعه. بصوا كده القطاع ده، ده ايه؟ ده عباره عن قطاع في ايه؟ عباره عن قطاع في ورقه ذوات فلقه واحده. عرفت منين؟ دي قصه ثانيه بقى هنجي لها بعدين. اللي يهمني هنا طبقه البشره اهي ماشيه عاديه فوق وتحت. امال ايه الغريب؟ النوعين دول من الخلايا بيسموهم بالي فورم او الخلايا المنتفخه، بيعملوا كانهم زي المفصلات. دي قصه تانية برضو نرجع لها في النظر، احنا هنا بناخد ازاي بنرسم. طب ازاي هرسم دول؟ نشوف مع بعض هنتعامل مع الشكل ده ازاي. انا هحطه هنا فوق، انا هيبقى ظاهر لي انا، وهبقى اعرضه على حضراتكم مره تانية. ابتدي احدد الشكل العام بتاع الكام خليه دول، الاربع خمس خلايا اهم، وابتدي احدد الخلايا زي ما انا شايفها قدامي، علما ان التحديد اللي هو بالرصاص ده المفترض سهل ان انا اعدل عليه واعيد عليه زي ما انا عايز. انا بس للاسترشاد. هنا بقى انا هضطر اخرج عنه خالص، لان لقيت ايه وانا برسم؟ لقيت ان في خلايا ما كانتش معمول حساب. اهو انا كده حددت الايه؟ الخلايا بتاعتي. طب نروح نرسم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم نسمي الله في الاول. كل شيء من غير بسم الله الرحمن الرحيم هو ابطر، يعني مقطوع ما فيهوش بركه. نسمي الله عشان ربنا يبارك لنا سبحانه وتعالى في الرسم بتاعنا وفي حياتنا كلها. اهو اهو هلاقي خلية هنا تانية بالشكل ده اهو، وطبعا هنا هلاقي خلايا بقى البشرة العادية. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. خلايا بالشكل ده نفس بقى هنا بقى، لا قصة تانية شوية مش هنتعرض لها يعني. يبقى احنا عندنا خلايا البشرة العادية اهي، خلايا البشرة المخصوص اهي اللي هي بتبقى عاملة زي المفصلات، يبقى دي خلايا خاصة من خلايا
البشرة موجودة فين؟ في ورق الذوات الفلقة الواحدة. نفرقهم على شكلها تاني أهو. أهي اللي هم دول، وفي زيهم الناحية التانية هنا. أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، ويمكن في واحدة صغيرة. يبقى إذا أدي الشكل بتاعنا أهو، وأدي الخلايا بالشكل ده. هل في أشكال تانية؟ أه طبعًا في أشكال تانية. أدي خلايا البشرة بالشكل ده كده، وهنا موجود في هير أو شعيرة، حتى في جلاند أو غدة موجودة فوق أهي. هنرسم ده؟ لا، لأن إحنا خلاص عرفنا إزاي بنرسم الشعيرة. في أشكال تانية من الشعيرات؟ أه، لما نيجي بقى المحاضرة بتاعة الشعيرات يبقى إحنا بنرسم الشعيرات أهي. برانشيد يوني سيلولار، يعني خلية واحدة بس برانشيد متفرعة. آه شعيرة أخرى بس فين بقى؟ في الروت، شعيرات الجذرية أهي. دي مهمة بقى. خلاص؟ هنختار أي خليتين منهم أو ثلاثة ونرسمهم. هتلاحظوا هنا إيه ملاحظات؟ الخلية فيها استطالة بغض النظر عن الجزء بتاع الاكستنشن أو الامتداد ده. الخلية مستطيلة في الاتجاه ده، والأضلع بتاعتها أهي، وادي فوق اللي هي فيها استطالة شوية. طب دي هتترسم إزاي؟ أهو أنا هحطها قدامي هنا، وأتي أرسمها في الجزء الصغير ده من اللوحة قبل ما نغير اللوحة. لو حد شايفني شايف الخلية اللي أنا برسمها أهي، اللي هي الخلية دي، الخلية اللي جنبها أهي، والشعيرة الجذرية طويلة أهي 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 أهي، ونازلة واخدة الخلية كلها. بصوا لغاية فين؟ أهي أهي. طب والخلية اللي جنبها؟ في خلية مزنوقة جنبها بينها وبين الشعيرة التانية أهي. الشعيرة اللي بعد كده أهي 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 بالمنظر ده. والخلية التانية اللي جنبها صغيرة شوية أهي، وهكتفي بهذا القدر. خلاص؟ أبتدي بقى أرسم الخلايا بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الخليه، وادي امتداد الخليه اللي جنبها، وادي الخليه اللي فيها الشعيره الطويله اهي. الخليه التانيه اللي جنبها اهي، الخليه كده مزنوقه جنبها اهي، الخليه اللي فيها الشعيره اللي بعدها الروت هير اهو، الخلية اللي جنب الشعيرة اللي ما فيهاش امتداد لسه اهي بالشكل ده كده. يبقى دي عبارة عن روت هير شعيرة جذرية اللي هي دي، ودي خلايا البشرة ايضا، دي خلايا البشرة ودي الشعيرة الجذرية. لو حطيت الرسم جنبها كده اهو اهو بالشكل ده كده. هنا شكل جميل جدا ولازم نرسمه. ليه بقى؟ لان دي ورقه. خلاص؟ دي ورقه. وده عرفت منين؟ وجود الثغور الكثيره، في ثغور على السطح العلوي ومعظم الثغور على السطح السفلي. طبعا ده الباليسيت تشو او النسيج العمادي، ده مش موضوعنا دلوقتي، وده الفراغ بتاع ايه؟ الثغر. ودول بيسموهم الجارد سيلز. لما نيجي نرسم يبقى لازم هل ارسم الجزء اللي هنا بس؟ يبقى مش هبين الثغر، يبقى مفيش امانه، مش هعرف ان دي ورقه. يبقى لازم اختار الجزء ده عشان ارسمه. هيترسم ازاي؟ بحط الرسم قدامي، او لو كنت الشريحه انا بتفرج عليها بالشكل ده. طبعا انتوا حضرتك مش هتشوفوا الرسم بتاعي، وهرجع ارجع تاني. ببتدي ارسم خلايا من اللي انا شايفها قدامي. اهو انا بحاول انقل اللي انا شايفه بالظبط اهو. برسم ليه بالنقاط؟ عشان سهل، اتفقنا سهل ان انا امسح بعد كده زي ما انا عايز. اهو ادي اول خلية برسمها، ادي الخلية التانية
ادي الخلية اللي بتحيط بالخلايا الحارسة اهو، وادي خلية كمان، وهنكتفي بهذا القدر. ابين بس مكان خروج الخلايا اللي جنبها. فين الخلايا الحارسة؟ اهو. فين الخلايا الحارسة؟ اهي الاتنين دول اهم. ايه اللي انا برسمه ده؟ الكيوتين او الكيوتيكل. في ناس بترسمه كده وبس، وفي ناس بتقوم جايه مظلله حسب حضرتك، الجامعه بتاعت حضرتك والمرجع اللي انت شغال منه والاستاذ بتاعك في الجامعه، هو شغال بانهي نظام، هيمشي بانهي دي عباره عن، لان ده عباره عن رسم بيتم الاتفاق عليه، ما هوش مش قاعده يعني وما نقدرش نخرج عنها، لا. يبقى انا عندي دي خلايا الابيدرمس اللي هي البشرة، عندي الطبقة دي اللي هي طبقة الكيوتيكل أو الأدمة، وعندي الاتنين دول اللي هم بيسموهم الجارد سيلز، الخلايا الحارسة. أدي الجارد سيلز، أدي الخلايا اللي جنبها، أدي طبقة الكيوتيكل بالشكل ده، وأدي الفرع. أدي عبارة عن خلايا البشرة هي يا جماعة الخير يعني عادية. أمال أنا حاطط المثال ده ليه؟ عشان أوضح لكم طبقة الكيوتكل بصوا قد إيه؟ يعني بصوا عرض طبقة الكيوتكل تقريبًا قد 70% من العرض ده. بالنسبة للخلية دي قدها، يعني العرض ده قد عرض الخلية دي. يبقى طبقة سميكة جدًا وماشية تقريبًا شبه إيه؟ متصلة بالمنظر ده كده. يبقى ده نوع تاني من الخلايا، طبعًا رسمته سهلة بقى، مش كده ولا إيه؟ بنحدد شكل الخلايا وبنحط طبقة الكيوتكل على السطح. ممكن الاقي شكل تاني زيه بالظبط، بس الاقي طبقه الكيوتيكل بتكون اقل شويه وبتبقى موازيه للخلايا. امال ايه اللي تحتها ده؟ ده طبقه كولينكي، طبقه كولانشيميا، تغليظ من ايه؟ من الجزء اللي موجود هنا ده. خلايا البشره بالشكل ده كده، بس تلاقي طبقه الكيوتين يعني ايه مفصصه شويه، يعني تيجي ما بين الخليتين تنزل تحت شويه وبعدين تمشي، تيجي ما بين الخليتين تنزل تحت شويه وهكذا، لكن رسم الخلايا هو الرسم الطبيعي العادي جدا. هنا هنلاقي حاجه مختلفه بقى خالص. دي بقى انا حبيت اجيبها لكم ليه. هنا اللي احنا شايفينه دي وده، ده مش الخلايا، ده فراغات الخليه، يعني المكان اللي جوه الخليه. امال فين جدار الخليه؟ بقى فيه تغليظ سميك زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، ودي طبقه فايبرز هنا، مش كولينكيما، دي طبقه فايبرز من اللينين، فلونها محمر شبه الكيوتين. طب الخليه بقى اللي زي دي ارسمها ازاي يا جماعه الخير؟ هقول لكم طريقه سهله. هعمل ايه؟ هنقل الفراغات دي. الفراغ ده كانه بيمثل للخليه، يعني ايه؟ والمسافات اللي بينها زي ما انا شايفها بالظبط. اذا كان ده الفراغ الخليه، يبقى جدار الخليه بيحيط بيها وشبهها. يبقى اعمل كده يا جماعه الخير، اهو اهو، والخلية اللي جنبها اهي، والخلية اللي جنبها هرسم جزء منها بس. طب والخلية دي اللي جنبها هرسمها كلها، ها، وابين اللي جنبها. طب وبعدين فين بقى الخلايا؟ اهي. يبقى انا استرشدت بشكل الفراغ اللي باين من الخلية ان ارسم الخلية بالشكل ده. امال هي بنتني ليه بالشكل ده؟ اهو عشان التغليظ. يعني ازاي؟ اهو بصوا كده، لو انا حاجه اظل اعمل التغليظ، لو افترضت يعني ان انا هظل للتغليظ ده، لو افترضت، انا بقول فرضا يعني عشان ما حدش يقول لي غلط، لو افترضت كل الجدار ده عبارة عن التغليظ ده، ده جزء الفراغ اهو، فين بقى التغليظ اللي انا شايفه باللون الاحمر؟ اهو. اعتقد كده ممكن تكون بقى وصلت الفكرة. انا اتعمدت اعملها عشان تشوفوا بس، تفهموا الشريحة جاية ازاي. اهو
فكل الاحمر اللي احنا شايفينه ده سمك الجدارين دول، يعني المسافه دي سمك الجدار بتاع الجدارين بتوع الخليتين دول. فاللي هيبان عندي ابيض اللي هو المسافات دي، اللي هو الباقي من الخليه اهو. نفس الشيء بالنسبه للخليه اللي جنبها اهو، انا هكتفي بهذا القدر يعني. شفتوا بقى بانت ازاي؟ ايه بقى الغريب في الورقه دي؟ ان هنا الابيديرمس كذا طبقه زي ما احنا شايفين، ادي طبقه اتنين وادي التالته، شكلهم زي ما انتم شايفين طبقه صغيره خالص. في ناس تقول ان دي طبقه واحده بس ودي طبقه تانيه، لا دول طبقات ابيديرمس اهي حسب المرجع بتاع حضرتك. ادي طبقه اتنين تلاته اربعه. بعض الخلايا منهم بتكبر بالشكل ده عشان يبقى فيها بلورات، بعض البلورات طبعا الخلايا هنا صغيره، اكبر 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 عشان يبقى فيها بلورات. نشوف دي متكبره شويه، يبقى احنا عندنا ادي الخلايا البشره الطبقه الاولانيه، ادي الطبقه الثانيه، ادي الطبقه الثالثه، ودي خليه واحده كبيره بمقام ثلاث صفوف اهي. ونازل من هنا بعض الترصيبات عشان تديني بلوره، طبعا هنا دي متكسره او دارت. خلاص؟ وادي طبقه الادمه فوق اهي. يبقى دي عباره عن طبقه من ايه؟ بلوره من البلورات. في طبعا دي هتبقى محاضره كامله او عمل كامل عن رسم البلورات المختلفه او الطرق بتاعتها المختلفه. وده الشكل الاخير هيبقى ليه الرسم في المحاضره الخاصه بي. كده بنكون شفنا وتعلمنا ازاي نرسم بابسط الطرق، مش الطريقه الوحيده، هناك طرق كثيره، كل واحد ينقي الطريقه المناسبه ليه واللي تحقق له افضل رسم، يعني افضل رسم يعني ايه؟ يعني رسم علمي صحيح ما فيهوش اخطاء في وقت يسير عشان يقدر يحصل الدرجات بتاعته وباقل مجهود. ان كنت احسنت فمن الله، وان كنت اخطات او نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب، ولا تجعل في عملنا هذا رياء أو سمعة يا رب. إن شاء الله. آمين آمين آمين. وإلى أن نلتقي في محاضرة جديدة إن شاء الله في محاضرات تبسيط العلوم سواء في العمل أو في المحاضرات. أترككم في رعاية الله وأمانه، وأستودعكم الله وأنتم في أتم صحة وأحسن حال إن شاء الله. وكل عام وحضراتكم بخير، سنة وعام هجري سعيد على الجميع، وأنتم في موفور الصحة. آمين آمين آمين.